نعم، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. في هذا الجو الرمضاني الإيماني الذي يملأ حياتنا، كانت لابد لنا من وقفة مع سوريا، مع بلاد الشام الجريحة، مع رمضان الذي يمر على هذا الشعب العزيز والحبيب وهو يقاسي الأمرين. يسعدنا في هذا المساء أن نسلط الضوء على عجالة حول آخر المستجدات والقراءات في واقع الشأن السوري، مع شاب من رعيل الثورة، شاب يمثل الثورة السورية وهمة الشباب ورؤيتهم، الأستاذ محمد أكتع، الناشط السوري المعارض وأيضا الإعلامي الشاب. أهلا وسهلا بك معنا في برنامج الألوان السبعة. مشاهدينا الأكارم، بدأت الثورة وبدأ رمضان، وسنبدأ مع ضيفنا مباشرة. أستاذ محمد، كيف يمر رمضان على الشعب السوري اليوم؟ والله رمضان في سوريا رمضان مختلف عن باقي الرمضانات في تاريخ سوريا. الحين في رمضان نحن نشوف في حماة في وقت الإفطار، نحن متعودين نسمع صوت الطوب المدافع فقط للإفطار، ولكن الآن أهل حماة بسمعوا أصوات المدافع ضدهم، يعني من الجيش لقمع المتظاهرين ولقمع سكان حماة، مدافع في شكل عشوائي، ويعني بالأخص عند وقت الإفطار وفي وقت التراويح. الآن في حماة آخر جمعة ولا منطقة ما صار له فيها صلاة جمعة، في أي جامع يصير فيه صوت تكبير عم يقصفوه، وأيضا في دير الزور وفي حمص كمان، يعني حالة سيئة تماما، حصار حقيقي، يعني حصار صعب جدا للشعب السوري والشعب السوري. أنتم يعني كشباب لهذه الثورة إلى أين تذهبون؟ هل أنتم مصممون على الاستمرار فيها برغم القمع الموجود؟ نعم مصممون. في هذا السياق لديكم رؤية أنتم الشباب؟ هل تتوجهون بمعرفة أن لدينا حق 1 2 3، لدينا مطالب 1 2 3، نقبل بكذا ولا نقبل بكذا؟ نعم طبعا، يعني عندنا مطالب. نحن طلعنا أول شيء بالثورة كان عندنا مطالب، كان الشباب في سوريا عندهم مطالب، ويعني كرؤية الشبابية الشباب ما عندهم مطالب سياسية، الشباب كن عندهم مطالب أكثر، مطالب حقوقية. يعني مثلا أنا كشاب عايش في إسطنبول، أنا كبرت في إسطنبول، بشوف إنهم في جمعيات تهتم بالشباب، في هون أوقاف تهتم بالشباب، الجامعات مفتوحة للشباب، لهم نشاطات للشباب، الشاب خرج يطور حاله في المجال الإعلامي، في المجال السياسي، في المجال التفكيري، عنده تفكير، عنده أي فكرة خرجه يكمل فيها، يعني خرجه يثبت يشتغل على هالفكرة. ولكن في سوريا هذا الشيء ممنوع تماما، يعني الشاب دائما محاصر، الشاب ما بصير يعبر عن فكرته، الشاب ما بصير يشتغل في جمعيات، الشاب ما بصير يطور حاله في المجال السياسي. فهذا الشاب اللي عم يشوف في الخارج انه موجود في الدول الغربية وفي دولته ما له موجود، فما بتحمل. فلذلك يعني اساسا الشباب اكثر مطالب عندهم كان هذه المطالب، يعني حرية اكثر. في شهر رمضان نتحدث عن يعني حريتهم وهم يقمعون الآن بالدبابات، والدبابات تدخل إلى الأحياء والحواري والأزقة. أستاذ محمد، عندما نتحدث عن دوركم، أنتم الشباب السوري الذي يعيش في الخارج، أنتم جزء من مكونات الشعب السوري، ما هو دوركم في هذه المعادلة الكبرى في الثورة؟ يعني دورنا هو ليس ما لا يعادل أبدا دور الشباب السوري اللي في الداخل، نحن فقط نريد دعمهم، يعني نحن كان نريد أن نكون معهم كشباب سوريين، ولكن هذا مستحيل. يعني أمس طلع خبر أنه نحن صار أمس راحت أسماءنا على الحدود، أنه منعونا بالدخول إلى سوريا. نحن كشباب، أنا لسه شاب عمري 21 سنة، بس لأني طلعت وحكيت كم كلمة وطلعت كم خبر منعت من الدخول إلى سوريا. هذا شيء طبيعي. نحن دورنا هو أهم دور عنا، يعني أولا هون في تركيا أنه نصحي الشعب التركي، نوجه للشعب التركي السيناريو الموجودة في سوريا، نوجههم الظلم اللي موجود في سوريا عن طريق الإعلام، عن طريق الإنترنت. أهم شيء يعني عنا الله أكبر مجال هو في الإنترنت. يعني في 82 كانت حماة، صار فيها قتل، ولكن ما نسمع هذا القتل إلا بعد 6 أشهر. فنحن يريدين هذا الشيء ما نكرره. فنحن يعني أكبر أهم دور عنا إنه نوجه الصورة في سوريا للخارج. كيف تتواصلون مع أهلكم هناك؟ يعني هل تتصل يعني عائلتك في سوريا هناك؟ كيف أمورهم؟ ما الذي يقولونه عما يجري في سوريا؟ يعني الاتصال
عن طريق الجوال، ولكن الحين في بعض المدن الاتصالات تماما مقطوعة، والأخص في حماة. فلذلك يعني إذا طلعت مثلا على الإنترنت أخبار عن حماة تماما ما بتجي، يعني قليل لا يجي أخبار عن حماة. هم اللي بيطلعوا من حماة بتصلوا بيخبرونا يعني، فالاتصالات تماما مقطوعة، ولا بالعادة عن طريق الإنترنت، عن طريق الإيميلات، عن طريق الاتصالات بنأخذ الأخبار. كيف الأهل هناك؟ ماذا يقولون؟ المشاهد يعني متحملة. أنا أهلي في حلب. لا في حلب الحالة يعني ما في شيء. نعم. مع الأسف. ولكن من أصدقائي لما بسمع الأهل في حماة في حالة سيئة تماما، المشافي لا يوجد فيها أدوية، الناس ما عم تفطر، ما في خبز، يعني عم بقولوا نحن عم ناكل أكل بدون خبز، يعني حتى في منهم الناس ما عم بفطروا يعني إفطار تماما، ما في لا أكل ولا مونة، والأدوية ما في، دكاترة قليلة، يعني الناس عم ينقلوها على المستشفى، في ناس كتير عم بتموت بسبب قلة الدكاترة. يعني الدكاترة الناس عم بيعتقلوهم. هذه المشاهد التي تأتي من سوريا، ما الذي تقومون به أنتم كشباب؟ سمعنا أنكم افتتحتم صفحة ناطقة باللغة التركية، إذا أنتم تفتحون ميدان تواصل هنا ما بين سوريا وتركيا. نعم، يعني احنا عنا مثل ما تقولون، يعني عنا نحن أهم هدف والله هون كشباب، في عنا مجموعة يعني إنه دعم الثورة السورية. كيف خرجنا ندعمها؟ خرجنا ندعمها إنه نوصل الأخبار اللي في سوريا باللغة التركية، لأن الشعب التركي كمان هو شعب وفي، ولما بيشوف الوضع في سوريا أكيد حيوقف مع الشعب. فلذلك نحن أنا أهم هذا الدور، هذا أهم دور عنا. هل هناك تفاعل بينكم وبين يعني الشارع التركي في ذلك، في الصور نعم التي نعم في عنا تواصل مثلا مع المواقع، مع القنوات، عم نبعث لهم أخبار أي الأحداث اللي عم بيصير في سوريا، عم ننقلهم واحد واحد يعني. نعم، ما هو رأيك في مستوى العمل الحقيقي الذي يجب على تركيا أن تلعب، على الدول العربية أن تلعب؟ الدول العربية مثلا صامتة اليوم، يعني تركيا تحدثت على أقل تقدير، لديها بعض الخطوات. الدول العربية يعني صامتة في هذا الاتجاه بشكل غريب جدا، ما الذي تطلبونه منهم؟ ما هي رسالتكم إليهم يعني على أقل تقدير؟ نحن أولا أبدا ما بدنا تدخل عسكري من قبل الدول الخارجية، لأن هي ذاتها من أحد القوانين في الثورة أنه لا للتدخل العسكري في الخارج، لأن عندما يسقط النظام دولة خارجية فهي تطلب أن النظام الجديد يكون فيه إيد فيها يعني. فنحن بدنا فقط الشعب يسقط النظام، نحن بدنا من الشعب، من الدول العربية وتركيا أن تضغط ضغط سياسي يعني من الخارج، أن مثلا تقطع العلاقات تماما نهائيا مع الحكومة السورية هذه. نعم، إذا كان في تدخل عسكري فقط للأمن، فقط لقمع القتل الذي يحدث في سوريا، تحت مجال ومناطق آمنة كما يسمى في القانون الدولي للاجئين حتى يعبروا إلى الحدود. يعني تركيا أنشأت مكان للملتجئين في أنطاكيا، ولكن نحن بدنا يعني كمان تنشأ منطقة آمنة في داخل سوريا كما فعلت في العراق، في حرب العراق. نعم، وهذا يغطيه القانون الدولي على نعم. على كل الأحوال. أستاذ محمد، عندما نتحدث عنكم أنتم كشباب، عشتم هنا وعشتم هذه التجربة الفريدة، هل تشعر أن للثورة السورية حياة جديدة انبعثت في الشام، في جسد سوريا، في هذا الجسد الجديد عندما انطلقت الثورة؟ هل تغيرت نفسية الناس برغم كل الأسى الموجود فيها؟ طبعا، يعني نحن من زمان كنا نقول أن الشعب السوري نايم تماما، فمثل أنا يعني لما كنت أطلع وأتعرف مع الناس ما كنت أقول عني أنه أنا سوري، كنت أقول عني أنه أنا تركي. ولكن بعد ما شفنا هذه، نحن ما كنا متوقعين أن نكون كل هذا الشعب السوري شعب شجاع، لأني الشعب يعني عارفان حاله أنه راح يموت، ولكن مع ذلك رغم ذلك عم بطلع أمام السلاح وبتظاهر فقط لطلب الحرية. فعندما رأينا هذا الشيء يعني عن جد رفعنا صدورنا، صرت أقول أنا سوري قدام الكل، يعني هذه غيرت أنفس النفس الشعب السوري. نعم، أستاذ محمد، بقيت أمامي دقيقة واحدة. رسالتك إلى الشباب السوري، رسالتك إلى الشباب العربي في دقيقة. رسالة إلى الشعب العربي؟ نعم، أولا نتحدث عن الشباب العربي، كلم الشباب العربية الآن على الهواء مباشرة، وبعد ذلك نأخذ رسالتك إلى الشارع السوري. يعني أنا أتمنى من الشعب العربي أن يضغط إلى الحكومات التي فيها أن تتكلم، مثل ما هون في شباب سوريين هون في تركيا دائما بالأسبوع مظاهرتين ثلاثة، مظاهرة أمام السفارة، مظاهرة أمام الدوائر الحكومية في تركيا.
عشان يخلوا الحكومة التركية تضغط على الحكومة السورية. فأنا طلبي من الدول العربية أن يركزوا على حكوماتهم. وماذا بشأن الشباب السوريين؟ ماذا تقول لهم؟ الشباب السوريين والله ما بنقول لهم شيء. الشباب السوري أنا فقط بقول للشباب السوريين اللي ما بطلعوا، يعني حتى الناس اللي في خارج سوريا طلعت وبلاش تدعم وأنتوا لسه تكون قاعدين، يعني لو يعني في مدن لسه ما طلع فيها، في مدينتين مهمات لسه ما طلع فيها الشعب السوري، وهن بيعرفوا كمان إذا هالمدينتين طلعت رح يسقط النظام تماما، رح يفقد شرعيته تماما يعني. فنحن بس واقفين على هالمدينتين، فنحن نطلب من شباب هذه المدينتين أنه ما يخافوا ويطلعوا كالمدينات التانية. أستاذ محمد الأكداح الناشط السوري المعارض والإعلامي الشاب، نشكرك جدا على وجودك معنا في برنامج الألوان السبعة. ومشاهدينا الأكارم، نحملكم إلى قراءة تاريخية، إلى قراءة ربما تحكي صورة من صور العزة، خطاب ورد على خطاب في صيغة موحدة ما بين الخطاب والرد عليه إلى إمبراطورية روسيا من الإمبراطورية العثمانية. نتابع سويا صفحات مطوية. في ثنايا السجلات الأرشيفية عثر فريق البرنامج على النص الأصلي للرسالة الموجهة من السلطان محمد الثالث إلى الإمبراطورة الروسية إليزابيث الأولى بخصوص خطابها لتهنئته بمناسبة توليه العرش وتمنيها الحفاظ على علاقات السلام والصداقة بين البلدين. وقد تم تسليم الرسائل المذكورة إلى إسطنبول من قبل المندوب الملكي للإمبراطورية إليزابيث الأولى مساعد رئيس ضباط الأراضي إلى مكتب الأمير غريغور بوشا هوكسي والأمين العام في إسطنبول، وبعد ترجمتها تم تقديمها بواسطة الوزير الكبير راغب باشا. وأيضاً تتضمن رسالة السلطان أن رسائل الإمبراطورة تعزز الصداقة والسلام وعلاقات الجوار بين البلدين، وإذا حافظت روسيا على الصداقة المذكورة فإن الإمبراطورية العثمانية سوف تبذل قصارى جهدها من أجل الغاية نفسها. كما جاء في الرسالة أن مندوب الإمبراطورة قد أتم واجبه على النحو المطلوب، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات البروتوكولية لعودته والسماح للأمين السابق بالبقاء في إسطنبول.